طيب ناقصنا هنا جزئية بقى هنتنقل عليها، جزئية بسيطة وهي الكوجز، تكلفة البضاعة المباعة، cost of goods sold. طيب ببساطة علشان ما نخشش في عجوة الكوجز، هو أنا اشتريت بقيمة معينة الصنف الفلاني، وأنا هفترض هنا إن مفيش أي تدخل على البضاعة اللي جاية من عند المورد بتاعي، فأنا جايب مثلا 1000 قطعة، القطعة قيمتها 100 جنيه، إذا أنا التكلفة بتاعت القطعة عندي 100 جنيه، بعتها بقى ب 100، بعتها ب 200، بعتها ب 300، المفروض إن أنا ألاقي في التكلفة بتاعت البضاعة المباعة عندي 100 جنيه في عدد القطع المباعة، تمام كده؟ طيب هنا عندنا نوعين بنشتغل عليهم، لازم نتكلم فيهم باستفاضة شوية. النوع الأولاني وهو الجرد الدوري، والنوع الثاني الجرد المستمر. مش هنخش بقى في الفيفو والكلام الفيرست ان فيرست اوت، ومش هنخش في العجوه دي خالص، احنا هناخد المواضيع كده بس ايه من فوق علشان نفهم الدنيا رايحه مننا فين. طيب عشان احنا هنا طبعا حملنا مشتريات وحملنا مبيعات، طب فين تكلفه البضاعه المباعه؟ دي الخطوه اللي المفروض تبقى جايه على طول. طيب في الجرد الدوري انا هشتري بضاعه، تمام؟ لما هشتري بضاعه هفضل احط جوه حساب المشتريات، لو جينا هنا كده ولقينا صافي المشتريات في الحساب ده، تمام، هفضل اضيف فيه كل المشتريات اللي جايه لي اللي بعملها خلال الفتره. فانا لو فرضا بقفل كل كوارتر، يبقى انا بشتري من 1 يناير، طبعا لو في اوبننج بالانس داخل بيه، بس انا هنا شركه لسه بادئه فمفيش اوبننج بالانس. طيب لو انا داخل اشتري من 1 يناير، هفضل ارمي في حساب المشتريات من 1 يناير لحد ما اقول انا عايز اجرد، اللي هو هنفترض ان هو 31 مارس 2024، وعايز ابدا اطلع القوائم الماليه بتاعتي. هعمل ايه؟ بنزل طبعا اتسجلت كلها زي ما انت شايف كده في صافي المشتريات، بنزل اجرد المخزن بتاعي، بنزل اجرد المخزن بتاعي، وطبعا براجع بقى كروت الصنف لكل صنف داخل وخارج والكلام من ده، واطمن ان ايه ان الحركات كلها متسجله. بس هنفترض برضو حسن النيه وحسن التصرف والدنيا تمام زي الفل. طيب ولقيت ان انا اشتريت ال 2 مليون 351 دول عباره عن